الشتاء قادم أو winter is coming هي جملة تهديد في مسلسل صراع العروش، ولكنها أصبحت مرتبطة بكورونا وتهدد أيضاً قطاع الطيران، فقد أعربت شركات طيران عن أسفها من إلغاء بعض العملاء لحجوزات سفرهم في إجازة الشتاء المقبلة، وذلك يا نادين بسبب إجراءات حكومية تخوفاً من المتحور أوميكرون، ومع محاولة التعافي في هذا القطاع وتحت شعار تحسين الابتكار لتنمية الطيران العالمي، يحتفل العالم اليوم بيوم الطيران المدني الدولي والذي يصادف 7 ديسمبر من كل عام، ونحن نحتفي مع مراسل صباح العربية الذي جاب العالم بأسره ليث بازاري. حلما بالتحليق كالطيور في السماء ترجم إلى واقع، وأصبحنا نراقب السحب عن قرب، وها نحن نحتفي عالميا بيوم الطيران المدني، فهو بداية تكريم لأولئك الناس الذين غامروا مرات ومرات بأجنحة ضعيفة وأفكار بسيطة إلى أن اخترعوا لنا طائرة وزنها عشرات الأطنان تسبح في السماء، جعلت حياتنا أسهل. الطيران المدني مفهوم أوسع بكثير من مجرد نقل الركاب، فهو ليس فقط طيارين ومضيفات يستحقون التهاني، لكنه اقتصاد كبير يحركه ويتعايش عليه الملايين حول العالم. فهناك الأساتذة في كليات الطيران ومهندسو الميكانيكا والعاملون التقنيون والمصممون العباقرة وملاحة وجغرافيا وطقس. وأنا كعاشق للسفر لم أتخيل فترة الحجر التي عشناها مع بداية تفشي كورونا، ومثلي الكثير من المسافرين الذين يعيشون قلقاً بسبب ظهور المتحور أوميكرون والخوف من اتخاذ قرارات تقيد السفر الدولي، يصفها الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا بأنها ردة فعل غير منطقية من الحكومات، لكنها مبنية على خوف. لصباح العربية ليث بزاري، وهالمرة من باريس. وينضم إلينا في الاستوديو جو بيدون، الرئيس التنفيذي للاستشارات والخدمات اللوجستية. يسعد صباحك معنا سيد جو. صباح الخير سيد، نورتنا في صباح العربية. تحدثت تحليلات كثيرة يا سيد جو أنه مستقبل الطيران أو مركز الطيران، مركز طيران مثل مطار دبي الذي تعبر عبره الطائرات وتربط العالم فيما بعد سيختفي، ستكون هناك طائرات تسير لمسافات أطول وبوقود أقل. هل فعلا في اليوم العالمي للطيران ترى أن مستقبل الطيران سيكون من نقطة إلى نقطة بطائرة واحدة؟ لكن هو طبعا المفضل للمسافر شو أنه ما يوقف بعدة أماكن بالعالم، بس هل أنه مثل ما تفضلتي أنه المطار المركز هل هو مهدد؟ لا بالعكس، أنا ما بوافق هذا الرأي أبدا، لأنه اليوم الطيران هو خبرة، نحن السفر خبرة، وطبعا نحن بنفضل أن نكون بأماكن في مجال أنه نطلع من المطار إلى نشوف البلد اللي فيها. مثلا مثل مطارات دبي اليوم هي مطار مركز، يعني مش يكون ترانزيت، مش يكون ترانزيت لأنه عادة هو ترانزيت هو بالوقت الحاضر، كيف المطار المركز يعني بصير الطيران المحلي بجيب ناس من عدة دول بصبها بالبلد اللي هو فيه، وبطلع من خلال هذا البلد كمان بطلع إلى دول تانية بالعالم. بينما هذه صارت عند الناس كانت قبل الكوفيد طبعا كانت انه شيء اساسي للناس، فرصه، يعني انه اليوم انا اذا مثلا عندي 7 ساعات لي اوفر بدبي بفضل انه اطلع من المطار وروح شوف البلد وبعدين ارجع للمطار، غير ما كنا بالاول مثلا نعاني من 7-8 ساعات مثلا قاعدين في اوروبا لحتى نوصل الى بلد معين في الشرق الاوسط. يعني هذا بعد 9/11 وقت اختلفت الامور. سيد جو، هدف اجراءات المطار اليوم في الشعار اللي هو لحد 2023، وخصوصا فيما يتعلق باليوم العالمي للطيران واللي يصادف
نستضيف هذا اليوم تحسين الابتكار لتنمية الطيران العالمي، هل يعني ذلك بأننا سنطير يوما بدون طيار؟ وفي بدأت تطرح هذه المسألة في الأونة الأخيرة. هذا شيء واقع جدا، واقع جدا، لأنه اليوم نحن عارف كيف التكنولوجيا موجودة، يعني احنا الابتكار بالطيران موجود حاليا. طيارة بتطلع من دون طيار من مسافة إلى مسافة، يعني شوفوا تحمل ركاب ومدنيين. لا بالوقت الحاضر الركاب، بعد شوي نحن هل هاي في بس في الطائرات المقاتلة؟ بالقاتلة أحسنتي. هي طيران الحرب اللي هو بالوقت الحاضر اللي هو قادر إنه يعمل هذا الشيء. بس هل في مستقبل؟ مثلا أنا باعتقادي إنه بخبرتي إنه النكست فيز اللي هو الشيء الثاني اللي راح يصير بعد الطيران المقاتل حيكون للشحن. طيران الشحن هذا ممكن إنه نحن نتقبله كمسافرين، بس إنه أنا اليوم أطلع على طيارة من دون طيار هذا شوي بتخوف لحاله. بس هل هو إنه حيصير؟ طبعا حيصير مستقبل. اليوم نحن نشوفه، نحن في دبي اليوم عندك المترو من دون سائق يمشي عادي، ما في مشكلة أبدا. السيارات موجودة من دون سائق، يعني الفكرة موجودة والتكنولوجيا موجودة والأمور كلها موجودة. هل حتصير؟ طبعا حتصير. بس متى ومتى نحن كمسافرين نتقبل أنه نطلع على طيارة من دون طيار؟ هذا شيء. طيب، الإمارات سجلت 2000 حركة جوية في أيام شهر نوفمبر فقط، ويقال أنه ستزيد الحركة الجوية 70% في الإمارات مع نهاية العام. إلى أي مدى حركة الطيران الجوية تعافت في دبي بعد الأزمات الكبيرة، جائحة كورونا ومتحوراتها؟ لكن كورونا شكلت خطر كبير على الطيران بالوقت الحاضر. طبعا نحن بالوقت الحاضر لانه الاجراءات اللي عم نتخذها بالمطارات هي اللي خلت الناس تامن على انه تسافر. يعني في ناس، يعني انا بالخلال الاسبوعين الماضيين صرت مسافر كذا مره. ليش؟ بس الاجراء طبيعي. طبعا في اشياء تانية نحن ما كنا متعودين عليها، مثلا مثل البي سي ار، مثل الاجراءات بالمطار، مثل يعني ارتداء الكمامه على الوش طالب ما انت قاعده في الطياره. هذا كله كان شيء غير متوقع. بس انه الاشياء اللي عم تعملها مطارات دبي بالوقت الحاضر مثلا او مطارات العالم، انه تاخذ الاجراءات للسلامه، لسلامه المسافرين، هذه اللي هي عم تخلي الناس تتشجع للسفر. يعني اليوم انت بتوصلي على مطار دبي حتى لو كان عندك بي سي ار لازم يعملوا لك بي سي ار ثاني. ليش؟ لحتى يامنوا عليك انه انت كمان بالطياره مسافر. ان شاء الله انه ما يعني هذه الصوره تنمح اللي كنا شايفينها، كل الطيارات في كل مطارات العالم هيك مركونه في طوابير. اليوم بس كمان شغله فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والاستدامه، كيف سيتم توظيف الذكاء الاصطناعي والسستينابيليتي مع طائرات المستقبل؟ هذا شيء يعني من الضروري انه يصير. كيف بيصير؟ مثلا اليوم طيران، عرفتك شركات الطيران اللي هي عم بتحدث الطيران للمستقبل، هذا جزء اساسي منه. انه هل اليوم في طياره بتعقب نفسها؟ هذا شيء مهم جدا. وبعض الطيران صار عندهم هذه الوسائل اليوم، يعني بعض حتى الفرش الموجود في الطياره، حتى المسكات الطيارات، الأبواب، كلها هذه بتعقم نفسها. اليوم موجودة عندنا على الأرض اليوم بالنسبة للتعقيم وبالسستينابيليتي والأمور كلها. يعني اليوم هذا شيء جزء أساسي أنه لازم يصير. وخاصة شركات الطيران اللي بتصنع الطيران، هذا لازم أنه تأخذه بعين الاعتبار بالوقت الحاضر. وما تنسى أنه نحن اليوم الأكسبو 2020 اللي موجود عندنا في دبي جزء أساسي من هو السستينابيليتي. شكرا جزيلا جو بيدون، الرئيس التنفيذي للاستشارات والخدمات اللوجستية، كنت معنا هنا في الاستوديو ونورتنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشكورين. دعونا نأخذكم في جولة على أنواع الطائرات المدنية المتوقع وجودها في المستقبل. أولها الطائرة الكهربائية التي ستتولى الرحلات القصيرة، فهي بدون انبعاثات ضارة بالبيئة ويمكن أن تعمل بالطاقة المتجددة كالشمس، كما أنها ستطير داخل المدن، حتى أن فكرة التاكسي الطائر أصبحت أقرب مما تظن. وعلى غرار السيارة ذاتية القيادة، سيصبح الطيار الآلي هو القائد الرئيسي، أو سيتم الاعتماد عليه بدلا من مساعد الطيار. أيضا ستكون الطائرات بلا نوافذ، ورغم التحديات فإن شركة بوينغ صممت طائرة تمزج الجناح بجسم الطائرة في نموذج فريد يسمى الجناح الطائر. وسيتمكن المسافرون من فتح الإنترنت وبريدهم الإلكتروني على شاشات لمسية في ظهر المقاعد. ويأمل العلماء التخلص من ذيل الطائرة بكتلته ووزنه بمحرك يدفع الطائرة في أي اتجاه،
وبالنسبة للسرعة تعمل شركة بوم سوبرسونيك على تطوير طائرة مدنية يمكنها التحليق أسرع من الصوت وبتكلفة أقل من تكلفة الكونكورد. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو نائل بوتين، مؤثر وصاحب محتوى متخصص في السفر على وسائل التواصل الاجتماعي. نورتنا، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، كيف حالكم؟ أول شيء تشرفت فيكم وشكرا على الاستضافة الجميلة. أهلا فيك. إلى أي مدى يا نائل اليوم وأنت خبرة في هذا الموضوع السفر السياحي والترفيهي بات موضة تستهوي كثيرين؟ طبعا السفر مش بس موضة، السفر هواية، السفر تغيير جو، الواحد هيك يعمل سكيب سريع لثلاث أربعة أيام ليرجع بطاقة جديدة، فأكيد هو مش بس رغبة، هو عبارة عن هواية وصار أكيد إشي كثير الناس مهتمة فيه. وبنلاحظ بالفترة الأخيرة حتى بعد الكورونا الناس رجعت متعطشة للسفر، يعني عم نلاحظ المطارات عم تتعبى بشكل أكثر بكثير من قبل، فحسيت إنه بال 2021 عوضنا 2020. طيب نائل، لأنه قلت إنك خبرة، بس نشوف فيديو يعرف الناس عليك ويعرفوا ليش قلت إنك خبرة. يلا. شو رأيكم بهالإطلالة؟ أما بالنسبة للمي فخليني أورجيكم قديش المي في المالديف صافية. يا هلا والله واهلا وسهلا فيكم، مستمرين معاكم من كوالالمبور العاصمة الماليزية، ووصلنا الى نقطة جديدة والى مكان جديد، وصلنا الى الحديقة او اللي هي الجلوينج بارك اللي بتبعد 45 دقيقة عن وسط المدينة، عشان نغطي لكم اياها ونورجيكم شو هي اهم الانترتينمنت اللي ممكن تعملوها في هاي المدينة. احنا اليوم موجودين باسبانيا وتحديدا في العاصمة الاسبانية مدريد. راح اخذكم معي جولة بشوارع مدريد، راح اخذكم معي باماكن ما شفتوها من قبل في مدريد لتشوفوها لاول مره بفقره سفرنا معك، الفقره الاولى والفريده من نوعها. حتى الشعر انا حسيته مقتطفات حول العالم. انت اكيد عم تضحك، عم تشوف في فيديوهات قديمه وهيك حلو، هيك ذكرناك يعني. بما انه عم نحكي على فيديوهات قديمه، نائل، هل السوشيال ميديا هي اللي دفعتك لاختيار السفر كموضه وتوثيق كل ما تراه بعدسه الكاميرا، ام في عندك شغف منذ الصغر لمثل هكذا رحلات وتوثيقها؟ تمام، سؤال كثير حلو. انا من لسه امبارح يعني خطر ببالي السؤال، وكنت عم بحكي انه انا مش ما كنت كثير اسافر وانا صغير، ولا متعودين على ثقافه السفر كثير يعني ببلادنا. لكن لما اجيت على دبي فصرت يعني دائما هيك في الويكند او في، خليني احكي لك، في البدايه انا بلشت في المطاعم، بعدين اتطورت للفنادق، بعدين اتطورت للسفر. فرحلتي بالسوشيال ميديا بلشت في المطاعم، بعدين فنادق، بعدين سفر. فالموضوع كان شغف عندي للتصوير بغض النظر عن المجال، فبلش في المطاعم، بعدين اتطورت شوي للفنادق، بعدين للسفر، وبالاخير اتس اند اب ان هو ميكس كل شيء مع بعضه. يعني انت اليوم عم بتقدم مطاعم، فنادق، سفر، فانت بتعرض الديستنيشن او المكان اللي انت رايح عليه من كل الجوانب اللي فيه. طيب نائل، كنا بنشوف فيديوهات قديمة، يعني أنت عم توثق السفر وعم تسافر كتير من زمان، وحبوك الناس بهالفيديوهات في الإنستغرام ومواقع التواصل. بعد جائحة كورونا تغير عليك شيء؟ طبعا بالنسبة لي جائحة كورونا الحمد لله كانت خير علي، لأنها الناس قعدت في بيوتها وصارت تشوف الفيديوهات بشكل أكبر، فأنا كمدون في وسائل التواصل الاجتماعي تضاعفت أرقامي، شهرتي زادت في مجال السفر، الناس صارت تعرفني أكثر لأنه صار في مجال وصار في عندها وقت إنها تشوف هاي الفيديوهات. فبالفعل كانت الكورونا يعني فايدة علي، بس وقفنا تقريبا 3 أو 4 أو 5 شهور من غير سفر. طيب نائل، أنت ما بتحس إنه صار السفر هلأ واجب أكثر من منه متعة، لأنه صار جزء من عملك وجزء من
اسمك يعني كنائل انك عم بتحط هذه الفيديوهات والناس عم تنتظر شو بده يقدم لنا. صح 100%، بس انا بحياتي ما رح افقد الباشن اللي بلشت فيه. فلطالما انت عندك باشن بالشغل اللي بتعمليه حتى لو هو شغل، فرح يضل المفضل عندك للابد، لانه انت بتحبي هذا الإشي من جواتك، مش عم تيجي على الشغل بس عشان مثلا المرتب او عشان شغل، لا، لانه انت عندك حب داخلي لهذا الإشي. اها طيب نائل، شو بتنصح الناس اللي حابين يكونوا ترافل بلوجرز مثلا؟ في نصائح؟ تمام، في عندي نصائح دائما بحكي لهم، بحكي لهم انه اليوم بالسوشيال ميديا كل ما انت بحاجه له تليفون تصويره حلو، كاميرته حلوه لتقدر تصور فيها. ابدا من منطقتك، من وين ما كنت انت عايش او من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم، ابدا من المنطقه او من المدينه اللي انت عايش فيها، خلي كل العالم يشوف جمال بلدك. ومن هون بتنتقل للعالم كامل. شكرا جزيلا، كنت معنا في الاستوديو نائل ابو تين، مؤثر وصاحب محتوى متخصص في السفر. على شكرا لكم على الاستضافه، تشرفت فيكم. ثانك يو.